تسلم ايدك. تريك من ايدك ما في غير هالفنجان، الصبح بغسله. يلا خلينا نروح ننام. ايه تفقدوا كل البيت قبل ما تناموا. بشير تفقد كل شيء، لا تخاف انت. نيح. سليمان عن جد كانت ليلة حلوة كتير، وانا بشكرك من كل قلبي. 35 سنة وانت عم تساعديني، الحقيقة انا يلي لازم اشكرك كتير يا روحي يا حبيبتي. تصبحوا على خير. وانت بخير. معقول هالمرة تفوت بروب النوم على الحمام؟ معقول تاخد راحتها لهالدرجة؟ والله عيب. معك حق. أنا متأكدة إنك سكرتي. لا يا روحي، عم أضحك لأني تذكرت شغلة. عن جد هيك بيعملوا يلي بيسكروا. وبعد شوي رح تبلشي تغني لي. رح غني لك للصبح. ولك ما في شي، عم اعمل هيك مشان ضحكة. ايه يلا نامي نامي بيكون احسن. تصبحي على خير. بعد القهوة المرة ما عاد اعرف اذا فيني نام هلا. شوفي طار النعاس من عيوني. ليش اجيتي لهون؟ اطلعي لبرا. لما شفت ضو غرفتك عرفت انك ما نمت، فقلت بجي بنحكي شوي. روحي من هون بسرعة. اهدى شوي يا بشير، شو صار لك؟ روحي احسن ما ينفهم الموضوع غلط. ويفهموا اللي بدهم يفهموه، نحن اتنين عزابية، من مين بدنا نخاف؟ فهمني. بلا تخريف اطلعي لبرا. بس اللي عم تعمله كتير عيب. أرجوكي لا تحطيني بوضع صعب، اطلعي من هون بسرعة. مثل ما بدك. تصبح على خير. كتير كان حلو الفيلم، كتير سخيف، كله بكاء وحزن، ما في لا حركة ولا أكشن. بس هذا فيلم غرام. إيه معناتها العشق شغلة سخيفة. ما شاء الله شو مهضوم. كأنه جبرناه يتفرج. كنت روح نام إذا متضايق. أوه نسينا حالنا، ما عرفنا كيف مر الوقت. ما نعستوا؟ يلا يلا عن نوم بسرعة. إيه وأنا رح أنزل يا أولاد، تصبحوا على خير. وأنتي بخير. كأنه مهند تأثر بالفيلم أكتر واحد فينا، صار بدنيا تانية. لا والله مليت شوي. ننزل سوا لتحت؟ طبعا تفضلي. نهال مراد يلا عن نوم بسرعة. طيب بونوي تصبح على خير. وأنتو بخير. تصبحوا على خير. انت ما بدك تنام؟ ماني نعسان، رح اقعد شوي كمان. انا رح افرض، هذا الفيلم اضع لي والله. تصبح على خير مهند. وانت بخير.
اليوم لأول مرة بحس إنه بدي أخسر عدنا. أنا بحبه كثير يا مهند، ما بدي أخسره أبداً.